السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. غادي نتكلموا على الريلز والديجيتال دينانس، لكن قبل ما نبدا الفيديو هذا وهذه الحلقة هذه، نتمنى ان الجميع يعني اللي ما مشتركش معنا لاول مرة تشوف القناة، نتمنى ما تفخرش علينا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك باش نزيدوا معكم قدام، ونحاولوا دائما نقلبوا على كل ما هو جديد وكل ما يهم يعني المهاجرين واخبار المهاجرين وقضايا المهاجرين. المهم كما قلت لكم الريديس والديجيتال دينانسار، ربما تكلمت فيه بزاف ديال الحلقات، كنا درنا على الريديس والديجيتال دينانسار، كاين بزاف ديال الفيديوهات يعني الانسان يدخل القناه راه يشوف بزاف ديال الفيديوهات. اللي ما عرفش شنو الريديس والديجيتال دينانسار، اول مره تسمع الريديس والديجيتال دينانسار مثلا، او دخل المواطنه العربيه، ما عليك الا تدخل القناه وتدخل على تلقى بزاف ديال الفيديوهات يتكلموا في هذه المسائل هذه، لكن لا باس بالتذكير بهذه المسائل هذه ديال دخل المواطنه. كما تعرفوا دخل المواطنه هو واحد الدعم تعطيه الدوله للناس اللي ما خدامينش، اللي فقدوا العمل ديالهم، كانوا ديزكوباتي ما بقاش عندهم مسالات، ديزكوباسيون تاعي سالات، ما عندهم حتى شي موارد ماليه اخرى، يعني ما عندهم حتى شي مدخولات اخرى، تعطيهم الدوله هذا الدعم هذا لغاية الإنسان بطبيعة الحال يلقى يعني عمل ويلقى شي شغل إن شاء الله. المهم كما قلت لكم من بين الشروط ديالو، اللي أهم الشروط اللي كاين هو أنه بعد الإيزي ما خصوش يكون فايت كما قلنا شحال من مرة، ما يكونش فايت المبلغ ديال 9360 أورو. المهم اللي كاين دابا حاليا هو أن هاد الريديس والديجيتال دينانس أو هاد دخل المواطنة دابا راه تقريبا عدوز واحد 15 شهر تقريبا على الولادة ديالو، وكما تتعرفوا هما فاش خرجت به يعني الحكومه في السابقه بطبيعه الحال كانت في تشيكوستي اللي كانوا تلا ليغا تاهما هي تاهما كانوا في هذا القانون هذا وفي هذه الحكومه هذه اللي دارت هذا القانون هذا. المهم كان يعني تكلموا على انه غادي يكون فيه فقط يعني 18 شهر ومن بعد ممكن غادي نشوفوا. ودابا كما كاين بزاف ديال الكلام يعني دابا حاليا في الحكومه على هذه المساله، في كل اللي موافق انه يعني استمر دخل المواطنه، كل اللي ما موافقينش. مهم الدولة على أين الحكومة الحالية دابا اللي كاينة دابا، واللي هي كانت هي اللي نيت كانت يعني موقعة على القانون هذا في الحكومة السابقة، واللي كاينة دابا حاليا حتى دابا اللي هي الحزب ديال تشيكويستيلي. كما تعرفوا يعني تطمئنوا الناس بأنه يعني هاد الريديتو ولا هاد الدعم هذا راه غادي يكون إن شاء الله حتى في السنوات المقبلة، يعني حتى في 2021 غادي يكون كما قلت لكم كاين نزاع كبير على المسألة. المهم اللي جاوبي بأن انه 18 شهر ما يدير 18 شهر. الناس يعني دابا اللي تهمنا في هذا الموضوع هذا هو ان الناس اللي بادين من الاول تيخذوا الدعم هذا من شهر ديال ابريل تنظن، يعني راه في شهر سبتمبر غادي يسالي، في شهر 9 هذا غادي يسالي، غيكمل ديك 18 شهر، يكمل ديك 18 شهر بطبيعه الحال غادي توقف هذاك الدعم لمده ديال الشهر على الناس هذو اللي بداو يعني اللي تيتخلصوا من اللي ديبي ديال من البدايه هما تيتخلصوا حتى دابا، يعني راه غادي ملي توصلوا 18 شهر راه غادي تحبس داك الخلاص، غيتحبس عليهم واحد الشهر ما غاديش تخلصوا فيه، وغيكون ضروري انكم يعني ديروا عاوتاني طلب جديد وديروا دوماندا جديده وديروا كذلك ايزي جديد، يعني دفعوه باش ديروا عاوتاني الطلب ديال هاد الدخل هذا وديال هاد الدعم هذا، يعني باش تكونوا عارفين هاد المسائل هذه. كما قلت لكم اللي كاين هو انه كاين صراعات وسط الحكومه، كاينين اللي موافقين كاين اللي موافقينش، يعني يكمل فقط يعني 18 شهر ويحبسوا، ولكن الحكومه كما قلت لكم خرجت في اكثر من تصريح على سميتو جوزيبي كونتي، ربما كانت تكلمت عليه حتى الوزيره ديال الشغل، تكلمت عليه كذلك حتى الوزيره ديال الشغل الحاليه بانه غادي يكون هذا ريديس والديجيتال دينانسار مازال غادي يستمر ما دام هذه الحكومه اللي كاينه دابا راه فيها الحزب ديال تشيكوستيلي بطبيعه الحال غادي يستمر هذا. ولكن ما تتعرفش يعني ايطاليا كما تعرفوا اليوم كاينه هذه الحكومه، غدا او بعد غدا ما تعرفش شكون هي الحكومه اللي غادي تطلع، واش غادي يبقاو هذا الحزب الاحزاب اللي كاينه دابا اللي خلاط ما هي ما عرفناش السنه. كما قلت لكم يعني هذه الحكومه هذه يعني الاتجاهات السياسيه ديالها ما واضحاش وانستابيل، يعني ما كاينش واحد ستابيليتا في الحكومه هذه. المهم على اين غادي نشوفوا الايام المقبله اش غادي تجيب. كما قلت لكم يعني باش ما نطولش بزاف، الناس اللي من الاول هما تيستافدوا في هذا الريديس والديجيتالينانسا، يعني من غادي يسالي تسالي المده هذه ديال 18 شهر، ملي غادي تسالي هذه المده هذه ديال 18 شهر ديال الاستفاده راه غادي تحبس عليكم واحد الشهر يعني ديال اكتوبر ما غاديش تخلصوا فيه، وغادي من جديد عاوتاني خصكم تدفعوا الطلب.
الايزي ممكن يبقى مقبول هذاك ديال الاول اللي كنتو بدلتو في جينايو في الاول ديال السنه هذه، في الشهر الاول ديال السنه هذه ممكن يبقى مقبول. كذلك بالنسبه للايزي داك كورينتي، الايزي كورينتي هذاك خصو تبدل كل 6 شهور، اللي دافع بالايزي كورينتي خصك كل 6 شهور خصك تقدر تبدل هذا الايزي هذا، تدفع الايزي هذا. وكذلك من الاحسن الانسان يدير ايزي جديد ويدير طلب للايزي جديد، ولانه اورديناري وداك الايزي من احسن الانسان كما قلت لكم يدير عاوتاني ديكلاراسيون، من احسن الانسان يدير ايزي جديد ويدفعوا مع الطلب الجديد اللي غادي يدير. المهم من احسن الانسان يدير ايزي جديد ويدفعوا مع الطلب الجديد اللي غادي يديروا ان شاء الله. وبالنسبه كما قلت لكم بالنسبه للناس ديال الايزي كورينتي اللي دافع بالايزي كورينتي، فانه هذا الايزي هذا راه خصو يتبدل كل 6 شهور، خصهم يتبدلوا هذا الايزي كورينتي. هذا كل ما كان في هذا الفيديو هذا، تلقاو في حلقة أخرى إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.